Okay, of course that I plan to stay with CTF because I have great guys with me. المباراة في رابطة الأبطال تختلف بشكل كبير، وكل مباراة لها طابعها الخاص، لا سيما في الأدوار المتقدمة. مباراة الأهلي في القاهرة كانت تختلف كثيرا عن لقاء الترجي التونسي. يجب أن نعترف أننا لم نكن جيدين، كما أن اللعب بعشرة لاعبين طيلة 60 دقيقة زاد من تعقيد أمورنا. الآن نحن بصدد لعب لقاء العودة، والمعطيات بطبيعة الحال تختلف كثيرا. سنوظف كل قوتنا من أجل العودة في النتيجة، ولما لا التأهل إلى النهائي. الجميع لديه الرغبة في ذلك.